نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ نرجو التوضيح. الكفر والشرك، الشرك فيها أكبر وأصغر، والكفر فيها أصغر وأكبر. فالموازنة نريد أن تكون بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر. كل شرك أكبر هو كفر، مثل عبادة غير الله كالذبح لغير الله والصلاة لغير الله والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين، هذا شرك وكفر. وليس كل كفر شرك، مثل التكذيب باليوم الآخر أو التكذيب بالملائكة فذلك كفر ولا يقال له شرك. نعم.